السلام عليكم. بالنسبة للناس اللي ما فهموش لا لوا دي نو قانون العقد، أعطيكم واحد الطريقة اللي هي سهلة. باغ اكزومبل هنا عندنا واحد لو نو، واحد العقدة. باش عرفنا العقدة؟ حيت فيها تخوا فيل دو كونيكسيون، او موان تخوا فيل دو كونيكسيون. اش كيقول هاد لا لوا دي نو؟ لا سوم دي زانتونسيتي اونتخ او بيان اونترون ايغال ا لا سوم دي زانتونسيتي كي يسور. اول حاجة كتقلب على شكون هما لي زانتونسيتي اللي دخلوا العقدة باش كنعرفهم بلي فلاش. دابا هاد هنايا اش كيبان لكم؟ هذا هو اللي غيدخل العقد. شو وبالنسبه لهنا اي 2 و اي 3 غادي يخرجوا. دونك غادي ندير لا لوا دي نو. شحال من واحد دخل؟ كاينه اللي هي اي 1، هاي غادي نكتبو هنا اي 1 ايغال. شحال من واحد خرج؟ بطبيعه الحال كاينه اي 2 و اي 3. الوغ اي 2 بلس اي 3، هنا طبقنا اون ابليك لا لوا دي نو. اوتر اكزامبل، ها هو سهل وبسيط كما العاده. كنشوفوا شحال من كورون اللي هي دخلت للنو، نحسبوا كما كنشوفوا لي فلاش. دونك عندنا هذا كتشوفوا معايا اي 1 ياك و اي 2، هادو هما اللي يدخلوا من العقده. ومن طبيعه الحال عندنا اي 3 و اي 4 هما اللي خرجوا. ما كتشوفوا هنا لي فلاش. دونك اللي بغينا نديروا لا لوا دينو شنو غادي نكتبوا؟ دونك القضيه سهله. شحال من واحد دخل؟ كاينين جوج، كاين اي 1 بليس اي 2 ايغال صافي ايغال. شحال من واحد خرج؟ كاينين اي 3 اي 4. الوغ ايغال اي 3 بليس اي 4. ان اوتر اكزومبل، دونك كما العاده كنشوفوا لي نو اللي دخلوا العقده. دونك نشوفوا هنا غنشوفوا لي فلاش. دونك كيبان لي هنا اي 6 اي 5 اي 4 اي 3 او اي 2، هادو لي فلاش يعني خارجين فيغ ليكستيريور على برا اوتوماتيكمون، هادو راهم لي خارجين صافي. وشحال من واحد اللي دخل؟ اللي هو اي واحد. دونك هنا غادي نديرو لا لوا دي نو. شنو غيقول لنا لوا دي نو؟ شحال من واحد دخل؟ كاين واحد. دونك غادي نكتبو اي 1 ايغال. شحال من واحد كاين عندنا؟ اي 2 اي 3 اي 4 اي 5 اي 6، هادوما اللي خرجوا. دونك ايغال اي 2 زيد تري بيان بلس اي 3 بلس اي 4 بلس اي 5 بلس اي 6.